مثلا بالالعاب الافريقيه اللي كتنظم دورتها 12 في المملكه المغربيه. اولا كنبغي نحيي كل القائمين على انجاح هذا الحدث الكبير، لانه ماشي بسهل انه تنظم حدث في هذا الحجم الكبير وبهذه الاحترافيه. فشكرا لوزاره الشباب ولكل القائمين، وكذلك لكل الناس اللي اشتغلوا على انجاح هذا الحدث، لانه بالفعل نجح وبكل المعايير. والمملكه المغربيه اعطت صوره على التطور ديالها في افريقيا، وانها في ركب الصعود وفي ركب الحداثه بهذا التنظيم الاحترافي وبهذا التنظيم الرائع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الانتباه باش يوصلكم كل جديد.